السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، أحييكم وأدعوكم التواصل معنا عبر حلقة جديدة من برنامج فضاءات، نبدأها بهذه الجولة في آخر الأخبار والإصدارات الثقافية. افتتح في ساحة التحرير معرض حوى صورا لشهداء التظاهرات، كما حوى صورا توثق الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية التي تسببت باستشهاد وجرح المئات من المتظاهرين. الولد جانا قال هذا نقذني بس هم وين كانوا
وين مستشفى الجمله العصبيه؟ هناك. فخطيه انضرب براسه، هو استشهد هذا الانسان ما نعرفه، بس هذا سولف انه قصته، قال هذا نقذني خطيه وجت الضربه ما القناص براسه. فهو من انا يعني هذول كلهم متفاجئين كانوا لان راسه خطيه مزروف هذا الشخص. شهيد مسلم عباس عبد سلمان الدفاعي، هذا اهله بالشعب بالسادس علمي، بالسادس علمي. فاهله هم اللي بادروا وجونا، احنا اخذنا صوره له طلعناها من يحضن شهيد. هاي هنا هاي صوره، هذا حاضن شهيد وبعدين استشهد. والآن مع قصيدة للشاعر الأردني راغب القاسم تضامناً مع ثورة تشرين. بغداد، بغداد يا وطن الوفاء الباقي، من أمة فقدت رباط وفاقي، إني عرفتك مذ نشأت منارة في مجدها وعطائها الدفاق، لك في قلوب العارفين مكانة تسمو على كل الهوى الرقراق. يا تربة الأبطال أدمى جرحها نغل توارى في لباس نفاقي، يا ابن الرشيد وللرشيد حكاية قد خصها التاريخ ذكرا باقي، إني أعيذك من نفاق مضلل رسم الضلال بخطوه السباق، لك في عيون العاشقين على المدى سحر أطل بسحره البراق، لها في على تلك الجباه وقد مضت من جيشك المقدام نحو براق، ومضت تسابق للشهادة بعضها في القدس تدفع خسة السراق. بغداد والألم العميق يثير بي لهف الشقيق لصنوه المشتاق، إني أعيذك من جهالة جاهل ربط الحياة برحمة الخناق، إيه بلاد الرافدين وقد بدا غدر العدو يلوح بالآفاق، والماء في نهريك يروي نبعها عطش المحب لشهدها الدفاق، غدر الغزاة ومن توارى خلفهم ومشوا بخسة خادم العشاق، بغداد عودي فالغزاة تنمروا وحذاري من غدر العدو الباقي. ولا ندعوكم لمتابعة فقرة هذا كتاب. أنا مطر محمود مطر، وهذه روايتي أيام الخبز الصادرة عن دار الآن ناشرون وموزعون. رواية سياسية تنتقد الكثير وسياسية ثائرة
ثائرة على الكثير من المسلمات والمعتقدات السياسية في مجتمعنا العربي. اخترت لها عنوان أيام الخبز لتثور أول ما تثور على الخبز، لأن الخبز وهو أفيون الوجود. وهذه الرواية أول ما ثارت على الخبز، لأن الخبز ربما بقينا الكثير من أو أعمارنا قضيناها ونحن نقدس الخبز، لكن في هذه الرواية استطاعت أن تنقذ قدسية الخبز، لأن وطرحت فرضية أن الخبز ليس مقدسا كما كنا نظنه ونزعمه، وطرحت بأن الخبز هو سم قاتل للشعوب صحيا وسياسيا، لأن الخبز نبقى نجري خلفه وطول حياتنا، لكن بالنهاية هو السم القاتل لنا. وأيضا في هذه الرواية قدمت الكثير من التناقضات الاجتماعية والسياسية، وطرحت الكثير من الإسقاطات، هذه الإسقاطات التي موجودة في أغلب شعوب الدول العربية أو الأمة العربية. وفي هذه الرواية استطاع البطل أن ينقض الكثير من المسلمات ومن القضايا التي أراد أن يثور عليها في هذه الرواية. وأيضا قدم الكثير من نقد للكثير من النظريات والمسلمات السياسية في المجتمع العربي، وركز في الرواية على في عدة مقولات، من ضمن هذه المقولات أن في الدول المأزومة الكثير من الشعوب يتشردوا، لكن في أوطاننا الحالية فأن الوطن فينا مشردا. وأيضا قال أحبلناها وحتما ستلد، وأيضا قال في وركز على أن كل الشعب يسأل أين الشعب ومن الشعب الذي يقصده الشعب، وهناك الكثير من الإسقاطات والقصص. واستعان في سيرة رئيس الوزراء الأردني الأسبق الشهيد وصف التل، وقدم الكثير من الأمثلة الحية على النزاهة وأسقطها على الواقع، وقارن بين الماضي وبين الحاضر، وكلها في ثنايا هذه الرواية الثائرة والمتمردة. أتمنى أن تنال إعجابكم، وشكرا لكم. ضيفنا لهذه الحلقة الشاعر والقاص الأردني رشاد رداد. تابعوا حوارنا مع ضيفنا لهذه الحلقة ولكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. ضيفي لهذه الحلقة الشاعر والقاص الأردني رشاد رداد، حاصل على دبلوم هندسة مدنية من معهد الكلية الجامعية في الأردن، عضو رابطة الكتاب الأردنيين، أصدر عدة مجاميع شعرية، أصدر مجموعة قصصية بعنوان أسرار حارتنا، أصدر رواية بعنوان آدم. فاسمحوا لي أن أرحب بضيفي. مرحبا بك أستاذ رشاد، ضيفنا على محمد. فضاءات وعلى قناة الرافدين. أشكرك جدا أستاذ محمد على هذه الاستضافة الجميلة اللطيفة الخفيفة، وأرجو أن أكون ضيفا خفيفا على المشاهدين. حياك الله، أهلا وسهلا بك أستاذ رشاد رداد. بدأت شاعرا فأصدرت مجموعة شعرية تحت عنوان عندما الميت يتكلم عام 2005. نتحدث عن البدايات، كيف كانت البداية مع القصيدة؟
حقيقة البدايات يعني أنا من الناس الذين لا يحبون العودة إلى الماضي، وقد يكون لزعم هذا عدة تبريرات. أولا هي قد تكون مقنعة وقد لا تكون، قد يكون يتمي المبكر أحد هذه الأسباب، وما كان يتلوه الآباء والأجداد على رأس ذلك الطفل الذي لم يبلغ بعد الخامسة، وربما التهجير القسري الأول الذي مورس على الشعب العربي الفلسطيني، وما جاء من هزائم متتالية ومجازر مروعة كانت لها التداعيات الكبيرة على ذلك الطفل الصغير. وبعد النكبة جاءت النكسة 67 التي أطاحت بالحلم العربي، وكان هذا الزلزال المدمر الكبير الذي أعطب أمل الأمة بكاملها. وأقول بأن هذا الزلزال قد يكون بقوة 20 ريختر على قياس ريختر، وبالتالي كل هذه التراكمات والتداعيات كانت على رأس ذلك الطفل الصغير. أو ربما قد يكون لسوء التركة التي ورطنا بها أبي بعد موته، لكن يظل بيت الشعر هو البيت الآمن لي، وما دمت أكتب فأنا بصحة وعافية. أما بالنسبة للتنوع الكتابي فأنت كما تعرف سيد محمد بأن الكتابة هي تجريب مشروع. احنا قبل أن نتحدث سأل عن التنوع، يعني نتحدث عن البدايات، سألتك عن البدايات كيف بدأت مع القصيدة. أنت تحدثت الآن الألم والوجع بالنسبة للمواطن الفلسطيني الذي يعني طرد من أرضه واغتصب وطنه وما زال مغتصبا من عصابات صهيونية، هذا وجع مشترك للجميع. أكيد. كثير من الناس شاركوا في هذا الحمل وهذا الوجع، لكن لم يكتبوا قصيدة ولم يكتبوا قصة ولم يكتبوا رواية، لكنهم ما زالوا يشتركون أو ما زالوا يحملون هذا الوجع، وهم يشتركون في هذا الوجع. صحيح. مع الشاعر، مع الأديب، مع الفنان التشكيلي، مع الموسيقي، مع كل مبدع. أنا ودي أن أتحدث كيف بدأت تضع قدمك على سلم الكتابة، متى كانت وكيف؟ حقيقة أنا بدأت بالرياضة ثم الرسم ثم الشعر ثم القصة وأخيرا جاءت الرواية. إذا تنقل ما بين هذه الأشكال الأدبية ثم انغمست بالشعر، يعني وجدت أن الشعر أقرب شيء إلى نفسي. فأظن بأن الكتابة أحبتني منذ اتصالي المبكر بها وعشقتها وما زلت، فهي عشيقتي والشعر صديقي ورفيقي حتى هذه اللحظة. أما بالنسبة للإصدار الأول فكان مغايرا، أنا كنت منغمس بالشعر فجاءت المجموعة القصصية. فهذا يعني شيء غير متوقع. لكن إصدارك الأول كان قبل المجموعة القصصية، كان ديوان شعر. صحيح، ديوان شعر. يعني المجموعة القصصية جاءت عام 2006 والديوان الشعر عام 2005. لكن الديوان الأول يعني كان ديوانا عابرا. ثم جاءت المجموعة القصصية، يعني حقيقة أحسست بأني تعبت وأعطيتك الكثير من الجهد. وأخذتني يعني المجموعة القصصية الصراحة سلبتني كل شيء، بحيث أنني لم أستطع أن أتحرر منها. يعني الكتابة القصصية فيها اختلاف شوي عن الشعر، إلى أن تم الإفراج عني وخرجت من سجن القصة القصيرة وعوالمها وسحرها. ثم عدت للشعر، والشعر كما قلت صديقي، فاستقبلني بفرح عظيم. وما زلت وهو صديقي ورفيقي، ولن أستطيع أن أتحرر منه أبدا. إذا نتحدث بعد البدايات، يعني لجأت إلى كتابة القصة وأصدرت مجموعة. محمد هي جاءت يعني فجأة، أصدرت مجموعة أسرار حارتها وهو عنوان إحدى القصص.
التي تتحدث عن يعني أخذت عنوان تناولت فيها يوميات بلدة الشوكة. صحيح. يعني حيث البؤس والقهر والفقر السمات الغالبة على هذه القرية. أنت لم العربية. تحدد نعم. لم تحدد الموقع الجغرافي لهذه القرية. القارئ يعني يأخذه الخيال إلى قرى فلسطين والبؤس كانعكاس للاحتلال الصهيوني. لكن ممكن أن تنطبق على كثير من قرى الوطن العربي لا سيما الآن في ظل هذه الهزيمة المرة التي تعاني منها والحروب المتتالية. نعم. عدم تحديد الموقع الجغرافي يعني بقصدي جاء هل هي قريبة من الواقع هذه القصة؟ هل أحداثها هي واقعية؟ كما أشرت أستاذ محمد القصة هذه الشوكة أو البلدة الشوكة هي واقع يعني واقع معاش ولكن التسمية تختلف. نعم. وجعلت التسمية تختلف جعلتها مفتوحة حتى أن التشابه ما بين البؤس العربي سواء كان في الشرق أو الغرب أو الشمال أو الجنوب فكل هذه البلدات والقرى وحتى المدن الإنسان العربي ضائع وجائع وبالتالي عومت هذا الاسم ولم أحدده بمكان جغرافي معين للتشابه في البؤس والضعف والقهر والذل فجاءت بدون تحديد. جميل. قصة أخرى وهي قصة مشهد وأنت تصف حال مجموعة من الأسرى يحشرهم الجنود. نعم. في عربة مصفحة ضيقة تسير في الصحراء تلهب شمس الصحراء صفيح هذه العربة. يعني خيال القارئ يذهب إلى رواية رجال في الشمس لغسان كنفاني. هل هناك اقتباس من هذه الرواية؟ والله أستاذ محمد يعني غسان كنفاني له تأثير. نعم. وهذه القصة خزان الوقود. نعم. يعني بالتالي ترسبت في دم المثقف والوعي العربي. وبالتالي قد يكون هناك تقارب ما بين هذه القصة والرواية. نعم. وهذه القصة لأن المشاهد تتكرر والمآسي تتكرر. وبالتالي قد يكون هناك تشابه أو تناظر ما بين هذه القصة وهذه الرواية يعني الحدث مشترك قد يكون الحدث مشترك. نعم. أن هؤلاء الناس حشروا في هذه العربة ونزل عرق منهم يعني الهم واحد سواء كانوا عندي أو عند المرحوم غسان كنفاني. نعم. المجموعة الثالثة أفراح مؤجلة في النص الأول وهي قصيدة الموت. هذا النص حمل مرارة الهزيمة في الأمة حيث تقول لم يعد ماء النيل صالحا للشرب أيتها النار توقفي أو ترفقي عفوا بنخل العراق بالأمس رأيت الفرات يوزع القمح على أصافيره النائبة على ظهر سفينة غازية ورأيت الشهداء ينهضون ويتوضؤون بماء دجلة. ما الرسالة التي أردت أن توصلها في التقاطات ماء النيل الذي لم يعد صالحا للشرب دجلة التي يتوضأ بمائها الشهداء الفرات الذي وزع القمح على عصافيره في سفينة غازية؟ قد يكون المشهد في هذه القصيدة أو المشاهد من إفريقيا إلى آسيا إلى العراق إلى مصر إلى فلسطين إلى الوجع واحد أستاذ محمد الوجع واحد مشترك سواء كان في النيل في مصر التي أصبحت غير قادرة على الاستمرار في أن تكون طليعة الأمة العربية وما إلى ذلك وما إليه من هزائم متتالية على مصر الأمة العربية وانزياح مصر عن المشهد العروبي. نعم. وثم جاءت العراق وضربت وحطمت وبالتالي بالمناسبة العراق مذكر كثير من العرب أسمعهم يؤنثون العراق العراق مذكر كيف يرد إلى ذاكرة أو لفظ الأديب أو العربي أن يؤنث هذا المصطلح العراق يعني بشكل عام هي اللفظة
اللفظة مذكر. مذكر. لماذا نقول جاءت أو كانت؟ أنا كثير من العرب سمعتهم يقول هكذا وأصح لهم. نعم نعم. هو كان يخاطب المدينة أو البلدة. نعم. أو الدولة. نعم. هي فيخاطبها بالتأنيث. أما العراق أو العراق كما ويحق له أن يكون العراق. نعم. وما زلنا نبكي ما جرى في العراق وما إليه أهل إليه العراق. نعم. لأنه أضعفنا. إذن هي الآلام والأوجاع متشابهة. متشابهة ومشتركة. من مصر العراق. نعم. إلى الشام. نعم. فلسطين الوجع الأول. يعني انهيار الحلم العربي كاملا. نعم. من النيل إلى الفرات إلى ما إلى ذلك. رغم الوجع الطاغي المسور لأسطر هذا النص، لكنك في الختام تقول لمن توقد النار وقد تمزقت خيمة الفرسان والخيول بيعت بمزاد، هنا تستدرك وتقول لكني أرى أطفالا يقرؤون سورة النصر ويصعدون باتجاه الطوفان. هل هي نبوءة شاعر؟ الحلم قد يخل وقد يخفت وقد، لكن نحن كشعراء أو كمثقفين يجب أن يظل هذا الحلم حتى لو خفت لو قل، لو لابد أن نحلم، وهذه كتاباتنا وإحساسنا بأن يظل هذا الحلم حتى لو كان قليلا. يجب أن يكون هناك في حلم للأمة. لا. العربية، يعني الأمة العربية لم تخسر كل ما فيها، يعني لابد وأن يأتي هذا الحلم في يوم من الأيام، سواء هذا الجيل أو الجيل القادم أو الجيل، لابد. يعني هذا الحلم مبني على عقيدة، على قناعات، على أسباب ثابتة، والله على رؤية خاصة يعني وعميقة. على نعم. رؤية، يعني رؤية الشاعر قد تختلف وقد يعني لا تعتمد على نص. نعم. ديني أو نص تشريعي أو نص، هي رؤية الكاتب وأحلامه. نعم. وخيالاته، لكن هذا الحلم لن يموت، هذا بتصوره. نعم. إذن الأمل قائم في أن تنهض هذه الأمة. أرى ذلك. نعم. جميل. النص الأخير في هذه المجموعة الذي سميته هذه مدن صالحة، ثم تصفها هذه المدن كالحة، ثم تصف هذه المدن مالحة، وتختم هذه المدن نائمة، أي الوصف يستقر في رؤية الشاعر؟ المدن كما الأشخاص. نعم. تمر بفترات الطفولة ثم الشباب الفتن. نعم. ثم الشيخوخة ثم الموت. وهذا بتصور ينطبق على المدن. نعم. قد تكون فتية وفي شبابها وقوية ومنيعة، ثم يأتيها الخراب والدمار فتدخل في مرحلة الشيخوخة. وهذه الصفات كما ذكر سيد محمد تنطبق. نعم. يعني قد تكون المدن صالحة في يوم من الأيام ثم تصبح مالحة ثم تصبح كالحة ثم تصبح نائمة. نعم. وهكذا هي الأمة. نعم. كالدول. نعم. الآن نائمة هي. هي نائمة في هو غيبوبة. هو الفصل الأخير بل في هذه غيبوبة. المدن نائمة. بل في غيبوبة. هل هناك اقتباس يعني في يعني المقطع الثالث أو الفصل الثالث لهذا النص، هذه المدن مالحة، هل هناك اقتباس من رواية عبد الرحمن منيف المدن المالحة؟ مدن الملح للأستاذ عبد الرحمن منيف. نعم. هو ما يعني ما نراه من هذه المدن. نعم. الملحية وما تنتج لنا من مآسي وويلات وحروب وإلى ذلك. نعم. يعني قد لا يكون هناك اقتباس من هذه الرواية. نعم. ولكن ما نراه نحن يعني كشعب عربي. نعم. يعني أستاذ محمد، الشرق الأوسط، الشرق الأوسط يعني يستطيع الكاتب أن يكتب فيه 1000 رواية من ما فيه من مآسي وويلات وحروب ودمار وهزائم وذل. الوطن العربي مليء بالمآسي ويحتاج إلى 1000 الروايات والدواوين والقصص وما إلى ذلك. جاءت المجموعة الأخيرة
أو الأخرى عفواً قصاصات، وأظن هي آخر مجموعة شعرية أصدرتها لحد الآن على العموم. والله مش متذكر. المهم يعني تبدأها بنص مصور بالوجع العربي أيضاً، أعيد لبيروت بحرها. تختم هذا النص تقول: ما نفع شعري ويافا بعيدة، وبيروت مريضة وبغداد حزينة، ما نفع شعري. ما هو القاسم المشترك بين هذه المدن؟ اخترت هذه المدن مع أنه كل مدن عربية وأغلب المدن العربية الآن تعيش وجع الجرح، اخترت يافا وبيروت وبغداد، لماذا؟ هذه المدن كما ذكرت أستاذ محمد هي كانت في يوم من الأيام مدن الحضارة والإشعاع والثقافة والعلم والشعر والأدب والغناء، فكانت بغداد كما تعلم ويافا يعني بالأربعينات والثلاثينات والخمسينات وما قبل ذلك، كانت يافا عروس البحر، كانت ملتقى للشعراء والكتاب والفنانين يعني في الثلاثينات، وكذلك بغداد ويافا وبيروت وبيروت أيضا كانت عاصمة الإشعاع الثقافي. وبالتالي هذه المدن اخترتها لمكانتها، لحيويتها، لنشاطها، وهذا هو السبب في اختيارها. أما المدن العربية بشكل عام هي مدن متشابهة يعني تقريبا متشابهة في كل شيء. إذن اشترك هنا الإشعاع والوجع في أنواع. يعني لكن لا يمكن أن نغفل دمشق مثلا، أيضا كانت يوما ما مركز إشعاع، وهي أيضا تعيش وجع. القاهرة يوما ما كانت أيضا مركز إشعاع والآن تعيش وجع أيضا. فلذلك القارئ يتوقف عند اختيار هذه المدن. يعني هناك لا شك أن الشاعر لديه خصوصيات. أستاذ محمد قد تكون كما ذكرت أنت، فأنا سألت هذا السؤال، ربما لك خصوصية مع هذه المدن. فقط قد تكون كتابة هذه القصيدة في تلك اللحظة بأن أحسست وجعا معينا مثلا في بغداد، ويافا طبعا وجعها دائم في دمي وأولدتي وقلبي ونبضي. الأصول من يافا حضرتك أنت؟ والله أنا من إحدى المدن الفلسطينية وليست يافا، إنما من مدينة اسمها الرملة، وأنا من قرى هذه الرملة من بلدة اسمها أبو شوشة، وأيضا كانت الرملة من إحدى المدن الكبيرة في فلسطين، وبالتالي قد تكون هناك نوع من الخصوصية. يعني أرى بغداد قريبة من إحساسي ونبضي ومشاعري كيافا، تقارب ما بين يافا وبغداد، أحس بأنها قريبة مني جدا مع أني لم أزرها، لم أزر يافا ولم أزر بغداد، ولكن هذا الإحساس تكون عندي هكذا. يعني وجدت أنه بغداد أخت يافا وتشبهها في كل ما جرى لها. هل النص متوفر تحت اليد ممكن نسمع منه شيئا؟ والله لا مش موجود نص آخر، أما في نصوص عندنا نسمع. هذه قصيدة اسمها صعود. سأصعد نخلة الأيام أرقى بلا تعب، وأسقي القلب عشقا، وأطحن قمح عمري في هدوء، ليأكل طير شعري منه رزقا، أجود بكل أشيائي بود، تعيش قصيدتي مجدا وصدقا، سئمت مديح أقراني نفاقا، وإن الصدق خير لي وأبقى، فهل سيعيد حبري أمنياتي ويحمي نخلة الشعراء حقا؟ سأصعد تل أغنيتي كناين، أحدق في خراب الشمس شرقا، فهل أحتاج مقبرة تسمى بلادا كي أموت بها وأشقى؟ جميل 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 جميل.
تسلم سلم. بحر الوافر من البحور العربية الجميلة جدا. نعم. رواية آدم هو آخر إصدار. نعم. صحيح. لك. طرحت فيها أيضا هموم أو الهم العربي، فلسطين، النكبة، العدوان الثلاثي. نعم. على مصر، النكسة. نعم. فلسطين. صحيح. عام 67، قلنا النكبة 48، والعدوان 57 على مصر 67، كانت نكسة حزيران، والنكسات تتوالى متتالية متوالية. نعم. احتلال العراق أيضا تناولته. أيه. تناولته. صح. في هذه الرواية. هل هو انعكاس عملية تناول الهم العربي المشترك لدى رشاد رداد؟ هل هو انعكاس لواقع يعيشه المواطن العربي، أم هناك قصدية في أنك تلتزم بهذا الخط في الأدب؟ الرواية كما تعلم سيد محمد هي حالة نفسية، وهذه الرواية كما قلت لك حين سفري وعملي في الخليج وانتقالي من عالم متمدن إلى عالم آخر. نعم. صحراوي جاف، شعرت كما قال إيلين توفلر بالصدمة الحضارة وصدمة الثقافة والصدمة الاجتماعية، وبالتالي وجدت بأن ما يمكن أن القالب الذي أستطيع أن أفرغ به هذه الحالة النفسية المعقدة التي أصابتني. نعم. هي الرواية بفضاءاتها الكبيرة ومساحاتها الكبيرة وتحرك شخوصها بحرية في هذا العمل الروائي. نعم. لكن هي ليست يعني عرضا ثقافيا، إنما هي حالة نفسية. نعم. أصابتني، وبالتالي كتبت هذه الرواية، ووجدت بأن ما يشفي غليلي هي هذه الكتابة الروائية. نعم. وقد أخذت ما يقارب من 4 سنوات، يعني عمل مضني وشاق الرواية، ليست عمرا آدم عبد القدوس الذي هو بطل الرواية. نعم. هو شخصية حقيقية أم لا؟ لا، متخيل. نعم. هي شخصيات متخيلة، إنما تسقط على الواقع، يعني إسقاطات من الواقع، وقد يكون مثلا لفيلم معين. نعم. قد أثارني، أو شخصية في الشارع. نعم. أو يعني شخصية متخيلة، وهي قد تصيب معظم أو كثير من الشخوص العربية. نعم. الموجودة بالواقع. كتبت الشعر وكتبت المجموعة، كتبت. نعم. القصة، ثم الآن كان لك رواية آخر، يعني آخر الإصدارات الآن. نعم. رواية آدم. الانتقال من جنس أدبي إلى جنس أدبي آخر، هل هو رغبة في التنوع أم هناك قلق في الانتماء إلى جنس أدبي معين؟ والله ليست رغبة، يعني التنوع الكتابي كما قلت لك هي حالة نفسية. نعم. قد تفرض نفس عليك بكتابة قصيدة نثرية. نعم. وقد تكتب قصيدة عمودية، وقد تكتب قصة، وقد تكتب تبدأ في عمل روائي. هي الحالة النفسية التي تحدد ما أن تقوم بأي نشاط تقوم به، سواء. نعم. كان رواية أو قصة أو ما إلى ذلك. يعني إذن هو ليس بعيد عن القلق. بالضبط. هو القلق زاد الكاتب. نعم. القلق هو زاد الكاتب والمثقف والواعي، دائما يحس بقلق دائم، والقلق ينتج. نعم. القصائد والروايات جميل. المرأة حاضرة بقوة. نعم. في النتاج الشعري وفي النتاج. نعم. صحيح. سردي أيضا لرشاد رداد، يعني بماذا نفسر حضور المرأة الطاغي في كتابات رشاد رداد؟ والله أستاذي، المرأة في شعري وحياتي. نعم. هي كل شيء، كل تجلياتها وصورها، هي الجدة، هي الأم، هي الأخت، هي الزوجة، هي البنت، هي الحبيبة، هي الوطن، هي الشجرة، هي الوردة. كل التحولاتها هي الأنثى، هي المرأة. وبالتالي أنا حقيقة لا أستطيع أن أكتب أي نص أو أي شيء دون الالتفات والرجوع إلى هذه المرأة. فالمرأة هي سنبلتي وزيتونة المقدسة. نعم. يعني أمر
محسوم بالنسبة للمرأة لأنها نبض عقلي وقلبي. المرأة بكل تحولاتها وجمالياتها نعم. هي حوائي وأنا آدمها، يعني لا انفكاك. جميل. نتحدث عن النتاج الشعري السابق، يعني كل ما أصدرته هو في الغالب نصوص نثرية. نعم. لكن ما سمعناها قبل قليل كانت قصيدة موزونة على بحر الوافر. الانشغال بالنص النثري ماذا يعني؟ كيف ترى ما يسمى قصيدة النثر؟ والله سيد محمد، بالنسبة لقصيدة النثر هناك من يقول بأن قصيدة النثر هي من التراث العربي وموروث عربي أصيل، وقد يكون هناك نقاد يقولون بأن قصيدة النثر هي قصيدة مستوردة من الخارج، جاءت من أوروبا وخاصة من القصائد المترجمة لفرنسا وبريطانيا وما إلى ذلك. لكن نحن من كتب قصيدة النثر يعني قد يكون كتابة قصيدة النثر من يجرؤ على كتابتها، وخاصة في هذه الأيام من يكتبون النثر يستسهلون هذا النوع من الكتابة. نعم. لكن قصيدة النثر تحتاج إلى جهد وإلى قراءات وإلى موهبة، يعني قصيدة النثر ليست قصيدة عبثية. نعم. وإن كانت لم تلتزم بما بحور الخليل بن أحمد وما إلى ذلك، يعني تحتاج إلى قراءات، إلى رموز دينية وفلسفية، يعني تحتاج لجهد. نعم. وليست هي عبارة عن قصيدة عبثية. لكن نحن ما نشاهد الآن نعم. في الدول العربية أو المنتديات أو ما إلى ذلك بكثرة من يكتبون هذا النوع الأدبي ويستسهلون كتابة هذا النوع الأدبي، لكن القصيدة الجيدة سواء كانت خليلية نعم. أو تفعيلة أو نثر، القصيدة الجيدة تعيش وتحيا. نعم. والقصيدة الرديئة هي قصيدة هي تولد ميتة. نعم. وبالتالي نحن نحتكم إلى الجيد والرداء سواء كانت نثرية أو غير نثرية. أنا هذا حسب يعني تصوري. نعم. بأن القصائد التي تعيش هي قصائد جيدة. نعم. أما القصائد الرديئة سواء كتبت على الخليل بن أحمد أو بالتفعيلة وهي رديئة لن تعيش، ستموت. من الذي يحدد أن هذه القصيدة وهذا النص جيد أم غير جيد، رديء؟ الكاتب أم الناقد أم الجمهور المتلقي؟ والله أستاذ محمد، هنا قضية، أنت أثرت قضية جوهرية. نعم. اللي هي قضية النقد، وقضية النقد الأدبي الصراحة يعني لا أدري في عالمنا العربي هي غائبة أم مغيبة. نعم. يعني أتساءل أحيانا أين أنتم أيها النقاد، يعني نائمون. نعم. شو السبب؟ يعني لا أعرف. النقد هو الميزان، الميزان الذي يحدد نعم. الجودة من الرداء، وبالتالي حين يغيب النقد عن الساحة الثقافية في أي بلد كان نعم. فستجد أن هناك فسادا في الثقافة وفسادا في القصائد وفسادا في الأدب. النقد ضرورة مهمة لتسير مع القصيدة، تسير مع الرواية، مع القصة، يعني لابد من وجود نقد، نقد يقوم على العقل والحكمة نعم. ولا يقوم على الانتقاد. وما نراه الآن في المجلات أو الجرائد أو ما إلى ذلك هي عبارة عن قراءات نعم. نقدية وليس نقد. النقد يختلف عن القراءات الذي نرى، يعني هي عبارة عن مجاملات لكاتب أو لكاتبة أو ما إلى ذلك. لكن النقد أزعم بأنه مغيب، وبالتالي يعني أقول بأن النقاد مع الشعراء هم حراس لمسيرة الثقافة،
فإذا تخلوا هؤلاء الحراس عن أماكنهم كما يتخلى الجندي عن حراسة وطنه. تجربتك كيف تعامل مع النقاد؟ والله التجربة يعني جدا ضعيفة. نعم. لا أذكر أحد تعامل مع نصوصي إلا كما قلت لك قراءات. نعم. لكن هنا لابد أن أذكر الدكتورة بشرى البستاني. نعم. حين تناولت كتابي قصاصات ودرست بالتفصيل، يعني دراسة حوالي من 30 صفحة، دراسة معمقة نقدية قائمة على الأسس النقدية، حتى أنها قالت لي في يوم الأيام ابتعد عن كل شيء واكتب في الومضة القصيرة، أنت أجدت فيها ومبدع فيها. أما غير هذا العمل النقدي لم يتناول أحد كتاباتي أبدا. نعم. شكرا لك الشاعر القاصر الأردني رشاد رداد على هذا الحوار. حياك الله سنة. شكرا لك. حياك الله. شكرا لك. أعزائي المشاهدين أشكر لكم حسن المتابعة، حتى ألتقيكم في فضاءات أخرى، أستودعكم الله والسلام عليكم.